السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا كتير صور بيبقى داخلة في صورة تانية بشكل جميل. طيب ممكن نعملها برضو بكانفا، في مواقع كتير متخصصة بتعملها، لكن برضو ممكن نعملها في كانفا. ممكن نجي اعمل سيرش على الكلمة ديت. التطبيق ده ليه موقع لوحده وممكن تستخدمه من خلال كانفا. طيب هقول ان انا عايز اعمل نيو ديزاين، واختار بقى المقاس المناسب ليا، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل الخرعة ديت. او ممكن لو انت فاتح اي صورة تيجي تقول له ابس وتضيف التطبيق دوت. طيب هو بيقول لي ابدأ اختار صورة مثلا احنا انت عايزها، وليكن مثلا جزيرة ايلاند، تمام، واختار بقى الشكل اللي انت عايزه، ممكن مثلا حاجة بالشكل دوت. فهو هيروح يعمل صورة بالذكاء الاصطناعي ويحط فيها الرمز او الشكل اللي احنا اخترناه. يعني ممكن تختار مثلا شكل قلب وتروح حاطط اي صورة انت عايزها، فهو يبدأ يعمل لي الصورة بالشكل دوت، وتقدر ان انت تكبرها بالشكل دوت.